يا جماعه. هلا هلا هلا، ازيكم حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا قد الدنيا كلها. ايوه، النهارده الفيديو من احلى سلسله في الدنيا، تيك توك. والنهارده الفيديو زي ما هو باين من عنوانه ومن كل التوك اللي انا برصصها لكم دي، ان النهارده هنجرب مع بعض اغرب الهاكس الموجوده على التيك توك للشعر، وهنشوف مع بعض هل بتشتغل ولا الإضاءة عمالة تتغير بشكل مستفز. ولو انتم أول مرة تتابعوني، أهلا بيكم. أنا يسرى مختار، عندنا هنا على القناة سلسلة اسمها تيك توك، ودي بنجرب فيها كل الهاكس الغريبة اللي تكون موجودة على التيك توك، ونشوف هل الهاكس دي فعلا تستحق إن احنا نجربها وبتشتغل ولا لا. فلو عايزين تكونوا جزء من عيلتنا الكبيرة، متنسوش إن انتم تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضغطوا لايك للفيديو ده، عشان اللايك هو اللي بيدعمني وبيحسسني فعلا إن انتم بتحبوا النوع ده من المحتوى، وبصراحة بيخليني أكمل، لأن أنا بعمل لكم زي ما انتم عارفين 3 فيديوهات في الأسبوع بيحتاجوا دعم وتشجيع كبير. ومن غير كلام أكتر كده، يلا بينا على التجارب. اول هاك معانا النهارده هي مش خدعه على قد ما هو منتج هيغير حياتكم، لان انا ما بقتش اقدر اعيش من غيره، وهو الانستنت كيرلير من شيري اند بيري. فهستخدمه معاكم دلوقتي بسرعه عشان اوريكم ازاي بعمل شعري في اقل من 10 دقائق، وعشان انتم كمان تستفيدوا من الخصومات اللي هم منزلينها في البلاك فرايداي. نازل على المنتج ده 15%، وكمان في كود الخصم بتاعي هيديكم خصم اضافي 5%، لان بجد يا جماعه ده استثمار رائع في حياتكم. يلا نبتدي بسرعة علشان انا متحمسة جدا للهاكس بتاعتنا. اول حاجة بتميزه هو ضبط درجات الحرارة المختلفة اللي فيه، يوصل لحد 450 درجة، فيقدر ان هو يتماشى مع انواع شعر مختلفة كتير. انتم عارفين قد ايه انا بحب الشعر الويفي وانه يكون فيه فوليوم، فبجد مش قادرة اقول لكم انا بحب الشيء ده قد ايه من ساعة ما دخل حياتي، وانا حياتي بقت كل اللي عليا اللي انا اعمله انه بس احدد اتجاه الكيرل اللي انا عايزاها، هل انا عايزاها تبقى على يمين او على شمال. وبجد الحركه دي ذكيه جدا علشان بتطلع افكت زي بتاع الكوافيرات. انا اصلا ما كنتش حتى بقدر اعملها بالكيرلينج ووند، وكنت بقعد ألسع نفسي، وكانت بتاخد مني 99,000 سنه. شوفوا دلوقتي السحر اللي هيحصل، شوفوا. بس كل اللي عليا ان انا استنى كام ثانيه لحد ما تبتدي الصفارات انها تطلع زي دلوقتي كده، وهم شايله صبعي، ولا خلصنا. بصوا دلوقتي بقى هاجي اعمل النص التاني، فهدوس على الاتجاه التاني من السهم علشان تبقى الكيرلز العكس. بجد يا جماعه اسهل اختراع، واحلى حاجه كمان ان هو فيه خاصيه عدم التشابك، فبيسحب الشعر من غير اي قلق، ولا ان هو بقى يقعد يعلق او اي حاجه زي كده، من غير ما يقطع الشعر بكل سهوله. يا جماعه دلوقتي كده بعد ما بخلص، بحب ان انا امشي ايدي فيه كده شويه عشان افك الكيرل شويه كده، وفي ثواني بيكون عندي احلى ويف. انا بقدر اتحكم في الويفز، عايزاها واسعه ولا ضيقه على حسب حجم الخصله. فالنهارده كل التريكس انا شفتها ان هي كانت معموله زي بيتش ويف، او اللي هي الويفز الواسعه اللي تدي بس كده ديفينيشن للشعر، عشان كده كنت باخد خصل كبيره، ممكن انتوا تضيقوا الخصل فتعمل ويفز اصغر. زي ما انتم شايفين اللمعه الرهيبه اللي في الشعر، وانه مفيش اي هيشان، ده بسبب ان الجهاز من جوه نوع من اسطوانه من سيراميك الترمالين، فده بيقلل جدا من الهيشان، بيكون امن جدا على الشعر وبيديله اللمعه الفظيعه دي. فيلا بصراحه خصومات البلاك فرايداي من شيري اند بيري واصله لحد 40%. كل المنتجات اللي كانت اوت اوف ستوك زي الستريتنر اللي ما كلمتكم عنها رجعت تاني في الستوك عندهم، وكمان كود الخصم بتاعي هيديكم 5% زياده. هسيب لكم كل اللينكات تحت في صندوق الوصف، ويلا بينا على اول هاك للنهارده. اول هاك متحمسه لها جدا، ولو اشتغلت هنسميها مع بعض هاك الكورونا، وهي انه بتقدر انها تستخدم الفيس ماسك انها تلم شعرها كانه التوكه. بس الذكي في الموضوع ده انه هي مش حاطاه على ودانها، فما بيوجعش ودانها. مع وداني انا متاكده على اخر الكورونا هتبقى وداني حبيبي، تحب وداني. يلا نجيب الماسك الكيوت بتاعنا اللي هو بالمناسبه من ماسك اون ايجيبت، كلمتكم عنهم كتير، احلى فيس ماسك في الدنيا. الكالر باليت بتاعت النهارده سو كيوت. وخليني الف لكم علشان يكون عندكم زوايا رؤيه احسن، دي اصعب حاجه في الفيديو ده ان انتم تشوفوا كل حاجه هعملها. هلو، اتمنى تكونوا شايفين كده كل حاجه. اول حاجه هي مسكت ناحيه واحده تقريبا، اول حاجه هحط طب الناحيه دي على وداني لحد ما اعمل الناحيه الثانيه عشان الناحيتين مع بعض، حسيت ان هو صعب. فمسكت ناحيه ودخلتها جوه شعرها، اوكي، بعد كده التانية دخلتها في شعرها لان شعري قصير فكت.
اللي بعده. الهاك اللي جاية ازاي ان انتم تعملوا اللي هي اللولي واللي بتبقى هنا دي في ثانية لثانية حرفيا. كل اللي احنا هنحتاجه قلم ولفت، حطت القلم تحت. استنوا عشان انتوا دايما بتقولوا ان انا بعمل حاجة غلط، فخلوني احاول ان انا اعيد وراها كذا مرة علشان انا فاشلة. انا عارفة نفسي كده بالراحة، مش عارفة ليه بعمل حاجة بسرعة قوي كده 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 كده. احنا مع بعض اعتقد اللي هي عملته. لا ابتدت من ورا. ايوه شايفين ابتديت اركز اهو في التفاصيل، شايفين كده. طب استنى، هي عملته بيد واحدة بس يعني مش مشكلة. لا والله عملته بالايدين كده كده تقريبا كده. اه ايوه اهو انا شايفين اهو. لا استنى اكيد هي ما بتعملش كده. اوكي يا جماعه ثانيه واحده، دخل الفيديو في الاديت وابطئه لان انا ما بقتش فاهمه منه اي حاجه. والله هي عملته زي ما انا بعمل كده. 2000 years later. فهمت كده. اوكي اخر مره، ولو ما ظبطتش يبقى العيب مش فيا. خلوني امسكها بايدي واساعد نفسي كده. اهو دي كده اول حاجه اهو، هي عملت كده ماشي صح كده. ودي تاني لفه اهو، ودي تالت لفة. لا 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 ده انا اتحسد. ايوه 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 ايوه. ورابع لفة. احنا زي الفل، احنا زي الفل يا باشا. بصوا استنوا بقى كده نرجع، بس هي عندها مش عارفة هي شعرها احلى مني ولا ايه. فوالا صراحة ادي للهاك دي 2 من 10. في الاخر حسيت ان النتيجة شبه اللي انا بعمله، او انا عاملاها غلط برضو مش عارفة. انا بثق فيكم، جربوها انتم كده دلوقتي وانتم قاعدين باي قلم، واكتبوا لي تحت الكومنتس هل العيب فيا ولا فيها، علشان بجد انا خلاص مررت اتفقعت. يلا بينا وشعرنا منكوش ندخل على هاك رقم 3 للنهاردة. وات از سو ايزي صراحة ما بصدقهمش. اخدت نص شعرها وعملت بوني تيل اوكي احنا عارفينه، بعد كده راحت لفاه برمام دخلاه على جوه اوكي، بعد كده راح تلم كل الشعر اللي تحت وراحت مدخلاه من الجنب، فعمل لها بوني تيل كده صايع. ناخد توكه صغيره زي ما هي اخدت واحده ولا اتنين؟ لا كانت واحده بس، اخدت واحده. انا ذاكرتي السمكه. اوكي اتمنى ان انتم كده تكونوا شايفين كويس. هقسم شعري نصين وانا اسفه ان صوتي بعيد كده. اقوم منزلاها كده لتحت. اوكي هو من قدام شكلي شبه كيس البطاطس اللي طالع له دمام البطاطس الصغيره ده عارفينه، بس خلوني اوقف الفيديو وابص في الكاميرا كان شكلها ايه من ورا، عشان انتوا كلكم دلوقتي عارفين هي تاخد كام من 10 الا انا. اوه نايس والله نات باد، بقى في لايرز في الديل الحصان بتاعي. استنوا كده هوريها لكم دلوقتي. شفتوا حبيت؟ لا حلوه بس محتاجه براكتس اكتر عشان يبقى الشكل شبه البطاطس اللي طلع لها ده مامل. اكبر غلطه في حياتي ان انا عملت شعري قبل الفيديو ده، ضيعت القمر اللي كان موجود في شعري. بعد ما شلنا كيس البطاطس من شعري يلا بينا على الهاك اللي قلب التيك توك. حرفيا الهاك دي عليها ملايين المشاهدات، فاتمنى انها تظبط علشان بجد ما ظبطتش انا خلاص ثقتي وانا والتيك توك هيبقى فيه شرخ في علاقتنا، مش هقدر اثق فيه تاني ابدا. اول حاجه جابت اللي هما الالاستيك باندز اللي هما الملولوين دولت، وبعد كده راحت مدخله ايديها ولفه تاني، وبعد كده راحت عامله كده وماسكه كده وراحت ابا طلعت الميسي بان اللي مجننه الدنيا. انا مش متفائل. هياخد الالاستيك باندز دولت، وانا مش عارفه بيبقى اسمهم ايه، رابر باندز ولا مش عارفه ايه دول، انا كنت جايباهم من ميني سو لسه امبارح علشان الفيديو ده بجد يا جماعه الوانهم خرافيه. تتويه بقى وكده. ناخد انهي لون؟ يم 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 يم. ممكن ناخد
النود. بصوا بقى اللي انا فاكراه، ايوه ان هي كانت عامله كده، راحت عامله كده، عملت تاني انا نسيت كده اهو، ايوه فضلت اوكي ايديها التانية هي اللي اشتغلت. اوكي ايه الاتنين بيشتغلوا مش واحده بس كده. بعد كده اي واحده مدخله ايديها دي كده مسلمها كده هاي. لا لفت ايديها كده، لا استنى عملت دي، مسكت كده الشعر كده مع ده وراحت لفه، وبعد ما لفت عملت ايه؟ ما انا مش فاهمه، انا مش فاهمه، انا مش فاهمه. يا جماعه انا عرفت ربنا ابتلاني بغبائي فين. ابتلاني بغبائي في تسريحات الشعر. خليكم ثانيه واحده معايا، اخدها تاني على الايد تبطئها، ده هي وجعتني. 6 and a half hours later. هنوصل. شعري ارهق في الفيديو ده اول حاجه، وبعد كده راحت جايبه ده كده تمام، بعد كده راحت داخله واخده ده كده، وراحت بصوا بقى عملت ايه، لفت كده بايديها كده جوه. ايوه عملت بقى هي بقى رياضه كده انا مش فاهماها، فانا هقلب بقى خلاص بجد بقى عشان انا ايه دماغي تعبت. اوكي ايوه ايوه طب والله عملت حاجه شبه كده فعلا. ايوه 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 بان ولا مش ميسي بان يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ ها؟ اوكي يا جماعه الهاك دي على قد ما هي كانت صعبه وطلعت عيني، انا حرفيا بعد الايديت انتوا اكيد شفتوه في كام ثانيه، انا حرفيا او ماي جاد انا بقالي دلوقتي 12 دقيقه على الموبايل بصور الشيء ده، بقالي 12 دقيقه بحاول افهم هي بتتعمل ازاي، واخيرا مديه فوليوم رائع، شكلها شيك جدا الصراحه. يعني بكل التولز اللي انا جربتها في حياتي بتاعت البانز دي احلى طريقة الصراحة انا جربتها. اللي بعده الصراحة مش عايزة افكها، هو انا مش عايزة افكها عشان هي شكلها حلو، بس مش افكها عشان متأكدة ان انا عملتها غلط وشعري معقد دلوقتي. اقسم بالله اللي هياخد سكرين شوت في الفيديو ده يفتكر ان ربنا كبير وموجود. ماشي انا هنت شعري في الفيديو ده بكرهك يا تيك توك، واللي اخد سكرين شوت دلوقتي كمان بكرهه. الحاجه اللي جايه دي لكل الناس اللي عارفه عشقي للضفيره السنبله او الفرنش بريد، وقد ايه انا فاشله فيها. ازاي تعملوا ضفاير فيك ويكون شكلها حلو، خصوصا برضو لو انتم شعركم قصير مفيش مساحه ان انتم تعملوها يبقى ليها فوليوم كده. فخلونا نشوفها مع بعض. اول حاجه هنقسم شعرنا من النص، وبعد كده هنقسم شعرنا لاربع اجزاء صغيره. اوكي بعد كده هناخد الجزء الاولاني نحطه ورا الجزء الثاني ونعمل استك ثاني من هم صغيرين، برده جبتهم بمناسبه الفيديو ده، وبعد كده الاستك الثالث، فهيبقى عندنا ثلاث صفوف في كل واحد، بعد كده هنشدهم عشان نعمل فوليوم. فوالا القمر ده انا ممكن يبقى شكلي كده دلوقتي، خلونا نشوف كده. ويك حتى دي فاشله فيها يا يوسف. A few moments later. ولان انا لا اثق في مهاراتي هلم كل الشعر اللي ورا ده علشان اسهل الموضوع على نفسي شويه. اوه والله الهير ستايل ده حلو نايس. دلوقتي بقى هناخد الالاستيك باندز الكيوت دي، بالمناسبه كل التوك اللي انا جربتها النهارده كنت جايباها امبارح من ميني سو. يلا بينا نبتدي بالسكشن ده الاول. هقوم اسماه كده اربعه. اتمنى تكونوا شايفين انا بعمل ايه، ما فيهاش فكره قوي يعني. اوكي كده هاخد دي كده هفتحها اتنين ماشي، وهقوم واخداها ورا دي، يعني شايفين يعني دي كده فتحتها اتنين وهاخدها ورا دي كده، واقوم حاطه ايه استك تاني ليها كده. هي كاتبه غلط، هي بتقسم دول تلاتة مش اربعة، يعني هتقسم شعرها ستة. ادي واحد ادي اتنين واللي ورا التالتة. اوكي هاخد بقى ايه اول حتة دي هقسمها اتنين، ده اللي انا فهمته ماشي، وهنقوم معديينها ورا الايه اللي قدامها دي كده، يعني هجيب دي كده قدام واقوم جايبه دول ايه كده الاثنين دول كده ورا، من وراها اقوم عامله ايه اقوم ربطهم كده، وبعد كده هقوم جايبه اللي انا قدمتها اللي هي تاني واحده، يا رب تكونوا فاهميني، وهقوم ايه مرجعاها ورا الاخيره اللي هي دي كده، اقوم مقدمه دي وربطه ايه دي. راحت ايه لما كله كده بقى ايه في اخف واحده. فوق بقى دلوقتي ان انا لما اعمل كده
يحصل السحر وتحصل الضفيرة، فربنا يستر عشان بقالي كتير قوي فيها. دي اخدت تلت ساعة. A few moments later. Don't try this at home. ممكن حد يعلمني ازاي اعمل صنبلة؟ اوكي يا جماعة، كويس ان انا مفكتش دول عشان لقيت هاك تانية ممكن دي تظبط اكتر. بصوا اول حاجة ايه عملنا في التانية، راحت جايبة دي كده وراحت لفة فيها الشعراية كده، فاهمين ازاي؟ ايه فاكرين اول هاك عملناها خالص اللي هي بقت عاملة كده، ماشي؟ بعد كده بقى ايه، راحت جايبة دي ومدخلاها فيها، تمام؟ ايه قافلة كده، راحت سحبة دي على ورق. ايوه دي هتعمل حاجة. دي استنوا كده، استنوا معدية كده دي كده من هنا، راحت ايه لفة دي كده من هنا. ايوه يا سلام. بعد كده راحت جايبه تالت واحده دي، راحت ايه دخلها من هنا. ده ابتلاء. شعري اوكي يا جماعه، انا عشان انهي الفيديو كنت نفسي ان انا انهي بتسريحه حلوه بس فشلت، فخلوني اعمل الهاك تقريبا الوحيده اللي ظبطت معايا للنهارده، واعمل البن الجميله عشان احس باي انجاز اتعلمته في الفيديو ده. بس كده يا حبيبي نكون خلصنا فيديو النهارده، ونحاول نعمل نفسنا ان احنا عملنا انجازات ونجاحات ساحقه ماحقه، لان فعلا انا اتمرمطت في الفيديو ده. انا بقالي ساعتين بصور الكام هاك اللي انتوا شفتوها دي، وللاسف برضه ما قدرتش انا اتعلمها. فاعتقد ان انا ربنا فعلا ابتلاني بغباء عقلي في موضوع تسريحات الشعر. يا جماعه يا ريت تدعوا لي ان اللعنه دي تتفك من عليا، لان انا فعلا نفسي اجدد وانوع خصوصا لفرح بنتي الصراحه. فلو حد عنده اي هاكس ثانيه حابين ان احنا نجربها مع بعض، يمكن تعلي من السكيلز بتاعتي، لان المهاره بتكتسب من المحاوله. لا يأس مع الحياه يا جماعه، ان شاء الله في يوم من الايام هعمل الصنبله، ان شاء الله في يوم من الايام هعملها صدقوني. انا كان المفروض اكتفي بالويفز الجميله الرائعه اللي عملتها بالانستنت كيرلر من شيريا اند بيري في اول الفيديو، وابوس ايدي وش وظهر واعيش بشعر جميل حلو في ويفز جميله كيوت بدل الهم اللي انا عملته في نفس الفيديو ده. لو عجبتكم حلقه النهارده ما تنسوش ان انتوا تضغطوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. كل التفاصيل عن جهاز استخدمته النهارده والبرومو كود وكل اللينكس هتلاقوها موجوده تحت في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت. وما تنسوش ده الانستجرام بتاعي، تروحوا تبعتوا لي عليه كل الهاكس اللي انتوا حابين ان احنا نجربها مع بعض الفيديو الجاي. لحد الفيديو الجاي، هتوحشوني جدا. شكرا جدا جدا ليكم، لكم هنا.